قبل ما يبدأ المقطع أتمنى أنك تحط زر اللايك وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد، وأتمنى أنك تنشر الرابط لأصحابك اللي يلعبون لعبة Red Dead Redemption 2 عشان يستفيدون وأنا أستفيد. شكرا لك. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح أعلمكم على 4 أماكن مخفية جدا وسرية راح تحصل فيها لوت، وراح تحصل فيها أسلحة، وراح تحصل فيها مجموعة من المبالغ المالية اللي راح تستفيد منها بشكل كبير. في هذا المقطع راح أوريكم هذه الأماكن وكيف راح تجيبونها وكيف راح تحصلونها. طبعا اول مكان راح يكون في مدينة اللي هو الستروبيري، راح يكون محل اللي هو الجنرال ستور او المكان العام اللي فيه له كل شيء. ففي مدينة ستروبيري راح نتوجه للجنرال ستور، راح نجي لتحت المحل راح تلاحظ فيه زي النافذة الصغيرة هذه، راح تضغط عندها مثلث. ارثر مورغان راح يطالع عن طريق النافذة وراح يحصل انه راعي المحل مسوي له بزنس ثاني تحت، بزنس غير شرعي خلونا نقول. فالآن راح تروح عند البائع وراح تسأله عن هذا المكان تحت تهديد السلاح، وراح ينزلك تحت وراح تشوف ايش راح تحصل. It's down this way. Like I say, nothing to see really, just a little drop on the side. I'll be the judge of that. Show me where the money is. طبعا الان انت راح تبدا بتهديد هذا الشخص، تحاول تهدده بقدر الامكان الين ما يقول لك على مكان الفلوس حقه، فراح تاخذها وكذا يكون مبروك عليك هذا المبلغ الكبير. وايضا لا تنسى انك تلوت هذا المكان لانه فيه له لوت جيد جدا. طبعا اهم شيء لا تنسى انك تسرق الصرافة الفلوس حقه، راح يكون فيها مبلغ جيد تقريبا 20 دولار، فراح يصفى لك تقريبا 70 دولار من مهمة جدا سهلة ما نقدر نقول عليها مهمة، بل هي طقطقة يعني تونس عليها راح يجيك مبلغ جيد 70 دولار. بالنسبة للمكان الثاني راح يكون محل الأسلحة أو اللي هو الجان سميث في مدينة اللي هو رودز. طبعا لما توصل لمكان الأسلحة تعال من جنبه من اليمين راح تلاحظ انه في هذا الشخص أو هذا الشاب مسجون تحت محل الجان سميث أو محل الأسلحة، ويقول لك تعال ساعدني تكفى هذا الشخص مختطفني وحابسني إلى آخره. ف تروح تهدده تحت تهديد السلاح اللي هو محل أسلحة، وراح تقول له وديني للبيسمنت حقك أو القبو وشوفوا إيش راح يصير. Got my boy sleeping down there. That's such a shame to wake him. You know, you can always come back after he wakes up. You just stay away from me. Now what'd I tell you about talking to your pa that way? Oh, thank God. He can't see. I only do it for his own good. Just what the hell is going on here? He was being a bad little boy, stealing candy from the store again. It's for his own good. I'm not your little boy, you mad son of a bitch. Why are you wearing that sailor suit?
That crazy maniac put me in it. He thinks I'm his kid's son. Kidnapped me, he did. Do I look like a kid? Always in such a rush to grow up these days, aren't they? Please. Please help me. He's got me chained up here. Don't take him away from me. He's all I got. Please, don't listen to that maniac. He ain't my father. I can't lose him. Not again. Please shoot through these shackles. I can't spend another day down here. Come on, please. How the hell can I be his son? I'm never getting out of here, am I? No, the chains! Shoot the chains! طبعا ألخص لكم الموضوع كذا على بسيط. هذا الشخص خاطف هذا الشاب وحابسه في القبو حقه أو البيسمنت ومكبله بالحديد أو التشين عشان ما يهرب. ليش؟ هذا البائع يحسب انه او انه حابس هذا الشخص عشان يذكره بولده. ولد هذا البائع مات وهو يتدرب على البندقية او السلاح. فهذا الشخص او البائع اخذ هذا الشاب وحبسه تحت عشان يتذكر ولده. لكن غالبا يعني هو حابسه عشان يعذبه كمان والى اخره. يعني هذا المريض او هذا الشخص يعني عبارة عن مريض نفسي. يعني هذه المختصر الهرجة كلها. I didn't know what to do. I searched up and down that riverbank for days. But I couldn't find my boy. I just miss him so much. And you! You remind me of him. You look just like him. I'm so sorry. Please forgive me. بعد ما يهرب الولد البائع راح يقول لك يعني خذ اي شيء تبغاه في المحل. طبعا قبل ما تطلع فوق في المحل ترى فيه سلاح جيد في القبو تحت زي ما تشوفون في الجيم بلاي. هذا هو السلاح تقدر تاخذه من عند هذا الشخص. ايضا لا تنسى لما تطلع فوق انك تاخذ خزانة الفلوس. وايضا خذ جميع ما تبغاه الرصاص والى اخره من محل الأسلحة لأنه هو قل لك. لكن بمجرد ما أنك تأخذ ترى راح يقل الأونر معاك. بالنسبة للمكان الثاني راح يكون برضو الجنسميث أو محل الأسلحة في مدينة السانت دينس أو المدينة الفرنسية أو المدينة اللي راح تكون في آخر الماب زي ما تشوفون في الجيم بلاي. هنا مدينة الفالنتاين وهذه المدينة هنا ومحل الأسلحة راح يكون هنا. طبعا الطريقة الوحيدة اننا نعرف المكان المخفي عند هذا الشخص انك تلبس قناعك. طبعا قبل كل شيء في كل السرقات تلبس قناعك. بعدها راح تروح عند هذا الباب وراح تضغط عليه مثلث عشان يدق الباب. طبعا لما يدق الباب راح يظهر لك شخص يقول لك انه هذا الباب او انك تخش هنا لازم يكون للمدعوين فقط. فخلاص عرفنا انه في شيء مخفي عند هذا الجنسميث او هذا الشخص بايع الاسلحة. فراح تيجي عنده وتسأله عن هذا المكان عن طريق ضغطك للسهم فوق زي ما تشوفون في الجيم بلاي. بعدها راح يفك لك الباب وشوف ايش راح يطلع او ايش راح يصير. Must be a slow day. You know how it goes. So there you are. Where else would I be? Hey! What the hell's going on? Why all the security? What the hell's going on back here? Look, nothing. Honest. I'm just paid to guard the place. لما توصل عند هذا الشخص راح تبدأ تستجوبه وتسأله مجموعة من الأسئلة عشان يقول لك على المكان المخفي حقهم. طبعا بعد عدة
أسئلة وبعد عدة تهديدات أخيرا قال المكان وين. راح يقول لك إنه في الدور الثالث مجموعة من الأشخاص اللي يلعبون اللي هو البوكر جيم وراح يكون في قمار، إذا راح يكون في مبالغ طائلة. طبعا لما تطلع الدور الثالث راح تخش مع هذا الباب. طبعا حاول بقدر الإمكان إنك ما تستخدم الرصاص عشان ما تجيك الشرطة وتداهمك بشكل كبير، فحاول بقدر الإمكان إنك تقتل هذا الشخص يا بسكين يا بفاس أو تضربه بالسلاح، أهم شيء لا تستخدم طلقات. أول ما تخش راح تحصل إن والله اللاعبين خلاص خافوا وكل حاجة، فأنت كل اللي عليك الآن إنك كخطوة أولى إنك تأخذ اللي هو $50 الموجودة على الطاولة. حلوين؟ في هذا المكان برضو في مكان مخفي زايد اللي هو الفلوس، يعني راح تاخذ فلوس زيادة غير الخمسين، لكنه ما تعرف مكانه. كل اللي عليك انك تستجوب هذا الشخص الازرق، وهذا الشخص الازرق راح يكب العشاء وراح يقول لك مكان الخزنة هو الحقيقة. I will shoot you dead right there if you don't tell me where the rest of the money is. Oh, no, 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 please. Keep it together, you imbecile. You're gonna get us killed, Jim. Just tell him. Shut the hell up. There's plenty more in that safe on the wall, but only he knows the combination. All right, I'll open the damn safe. You need to learn when to keep your mouth shut. طبعا ممكن تجيك الشرطة وممكن لا، فإذا جاتك الشرطة حاول بقدر الإمكان إنك ما تشتبك معاهم وتتضارب معاهم عشان لا تزيد الباونتي عليك، وأهرب زي ما أنا أهرب تقريبا وعشان تهرب من المكان. يعني الباونتي راح يكون تقريبا $5 إلى $10 وانت تقريبا سرقت من فوق $70، عرفت كيف؟ فلا تشتبك معاهم عشان لا يزيد الباونتي. بالنسبة للمكان الأخير والرابع راح يكون اللي هو محل الدكتور في مدينة الفالنتاين، أحد المدن الأولى اللي تنفك معاك أول ما تختم لعبة Red Dead Redemption 2. طبعا لما توصل عند الدكتور راح تروح للمكان من ورا، راح تحصل إنه في زي النافذة الصغيرة، كل اللي عليك إنك تطالع من خلالها وتلاحظ إنه الدكتور راح يكون فاك بزنس جانبي خلف محل الدكتور أو محل العيادة حقه. زي باقي المحلات تحت تهديد السلاح راح تسأل الدكتور عن المكان السري الموجود عنده، فراح يخاف وكذا وراح يضطر انه يفك لك البوابة زي ما تشوفون في الجيم بلاي الان. طبعا لما توصل لهذا المكان او يفك لك الدكتور البوابة راح تخش على هذا المكان وراح يكون مليان باللوت، وراح يكون يعني ملغم باللوت، راح يكون فيه تقريبا راح تطلع منها $100 غير السلاح السكوفيلد ريفولفر، احد اقوى الريفولفرات في اللعبة، فحاول بقدر الامكان انك تلوت قدر ما تقدر وخذ السلاح وبعدها اهرب. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام.